ما نامت بشوية مسك المخدة وقرب عليها حاول يكتم نفسها. صحيت من النوم مفزوعة، وأول ما شافها بتبصله قال لها: أنا كنت بحاول أعدلك المخدة. وفي الوقت ده الباب خبط، قامت جري عشان تفتح وهي قلبها بيدق وخايفة قوي. فتحت الباب ورجع تاني تقعد. أهلها وأهله كانوا جايين يطمنوا عليهم، مامتها ومامته داخلين ومحملين بشغل كتير، فاكرين ان هم جايين يوم صباحية عادية. وهو خارج من الأوضة بيضحك ومغير البدلة. غادة كانت قاعدة وقلبها بيدق وخايفة، أخدت مامتها في المطبخ. مامتها تقول لها: مالك يا بنتي، انت واقفة عاملة كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ متفهميني. غادة وقتها ما صدقت انفرد مامتها وقالت لها: علشان تبقي عارفة يا ماما، انا حياتي في خطر وانتي السبب. خلي بالك انا عايشة مع واحد مريض نفسي، ده مش طبيعي. النهاردة حاول يكتم نفسي، والله اعلم بكرة ممكن يعمل ايه. تحية وقتها ما صدقتش كلام بنتها وقالت لها: بطلي هبل يا غادة، ايه اللي انتي بتقولي ده؟ استهدي بالله يا بنتي. وبعد ما الزيارة خلصت، غادة دخلت تغسل المواعين وهي خايفة اصلا تتكلم معاها نص كلمة. وبعد شوية صغيرة دخل لها احمد المطبخ وهو مبتسم ابتسامة غريبة قوي. بصيت له وهي خايفة: انا عايزة اشرب شاي، وطبعا شايفك مشغولة فانا هقف اعمله بنفسي. لا لا انا هخلص واعمله لك على طول، ثانية واحدة بس. احمد وقف يعمل نفسه الشاي، وبعد ما غلى البراد قرب عليها وحاول يدلق الماء السخن على جسمها، بس اول ما حاست بيه جنبها بصيت له بعد تاني عنها، ما كانتش عارفة هو قرب منها بجد ولا لا. خلص اللي في ايديها وراحوا هما الاتنين يشربوا الشاي مع بعض. حبت تتكلم معاه وتجر معاه كلام، بصراحة كانت خايفة منه جدا لان هو كان مريب قوي طول الوقت متوتر. سألته: هو انت كويس يا احمد؟ في حاجة مضايقاك يعني، او بتفكر في حاجة؟ متوتر ازاي يعني؟ هو انت شايفاني بشد شعري؟ انا ملاحظة انك بتسألي اسئلة كتير قوي غريبة، وانا ما بحبش كده. ده كانت قلقانة وخايفة وحاسة ان في حاجة غريبة. اتصلت باختها ملك وقالت لها: الحقيني يا ملك، انا عايشة مع واحد غريب الاطوار، لو سمحت تعالي دلوقتي. ملك قالت لها: مسافة السكة وجايالك. حاولت ترتاح شوية لحد ما ملك تيجي، وهي في السرير جوه سمعت باب الشقة بيخبط. احمد في الوقت ده كان قاعد في الصالة، ولما سمع باب الشقة ساب اللي في ايده وقام عشان يفتح. واول ما لقاها اختها ملك ارتبك وما كانش عايز يدخلها الشقة، وقال لها ان غادة نايمة وانها مش هتصحى دلوقتي خالص. ملك اتكسفت ومشيت. واول ما طلعت غادة عشان تشوف مين، وكانت فاكرة ان ملك اللي على الباب. فين ملك؟ انا مستنيها تيجي دلوقتي، المفروض ان هي قالت لي مسافة السكة. احمد وقتها قال لها: لا دي مش ملك، ده بتاع الكهرباء، وانا خلاص اديته الفلوس وقفلت الباب. غادة صدقت كلام احمد، راح عشان يكمل اللي كان بيعمله. راحت له غادة وقالت له: طب احمد ايه رأيك، انا جعت، ما تيجي ناكل سوا؟ الاكل جاهز، يا دوب هنسخنه بس. احمد وقتها تعصب وكلمها بزهق وقال لها: لو جعانه كولي انتي، ما تقعديش تزني عليا كل شويه. سابته وراحت تتفرج على التلفزيون تفش غلها شويه فيه، وبرضه ما سابهاش في حالها. جه وراها وقال لها: الصوت العالي بيزعجني، اقفل التلفزيون ده. ردت وهي خايفه: حاضر هقفله حالا. غادة قفلت التلفزيون ودخلت اوضتها، حاولت تنام بس ما عرفتش. فكرت انها تعمل نفسها نايمه ساعتين ثلاثه كده لحد ما تصحى وتتسحب في نص الليل وتعرف هو احمد بيطلع يعمل ايه بره، ما بيدخلش ينام ليه. فوجئت بيه واقف في المطبخ بيفتح نار البوتاجاز وعمال يشم ريحه الغاز. هو مجنون ده ولا ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ ومش بس كده، ده طلع المشابك وبدأ ياكلها. ايه اللي بيعمله ده؟ يعني انا عايشة مع واحد مجنون؟ غادة ما فهمتش اي حاجة، رجعت تاني اوضتها بالراحة عشان ما يحسش بيها. بس وقتها هي حست ان في حاجة غلط، احمد ده انسان مش طبيعي، وبدأت تخاف منه. ما عرفتش تنام، في
فضلت قاعدة بتفكر في الموضوع لحد ما طلع الصبح، وحاسة بيه طول الليل سهران برا. ولما ما حسيتش ان في اي صوت برا طلعت عشان تشوف هو راح فين، وفعلا ما لقيتوش موجود في الشقة خالص. كانت خايفة تفتش في حاجته، بس جالها الجراءة وفتحت الأوراق بتاعته. لقيت حاجات غريبة جدا في الأوراق، ومش بس الورق، ده في كمية أدوية كتير جدا للاكتئاب. وقتها هي فهمت بالأدلة إن فعلا أحمد مريض نفسي وبيتعالج عند دكتور نفسي بقاله سنتين وبياخد كمية أدوية رهيبة. حست وقتها إن هي في مشكلة، ما كانتش عارفة تتصرف إزاي. فضلت تكلم نفسها لحد ما جالها فكرة إن هي تكلم مامتها تخلصها من الموضوع اللي هي فيه ده. يا ماما تعالي حالا دلوقتي، الموضوع خطير صدقيني، لازم تشوفي لي حل، أنا في مصيبة. وبعد ما طمنت إن مامتها خلاص جاية انهارت من العياط، بجد ما كانتش عارفة تتصرف إزاي ولا تخلص من المصيبة اللي هي فيها دي إزاي. مش معقولة تكمل طول حياتها مع واحد مريض نفسي. مامتها لما جت وعرفت قعدت تهديها وتقول لها كلام الأمهات العادي الطبيعي اللي بيتقال في المواقف اللي زي كده، وما كانتش مصدقة إن الموضوع بالخطورة دي. لكن وقتها غادة اتكلمت وقالت لها: ماما الموضوع خطير أخطر مما تتخيلي، أنا حياتي في خطر. هي ما كانتش مصدقة كلام بنتها، بس غادة كانت بتتكلم بقلبها قوي، وأول مرة تتكلم بجد بالشكل ده. فهي وقتها قامت وقالت لها: احنا ما عندناش بنات تتطلق، بطلي هبل بقى، بطلي كل الكلام اللي بتقوليه ده، هو ياكلك يا بنتي، ما تتقي ربنا بقى. ماما انا مستعدة اثبت لك كل حاجة بالورق، تعالي معايا وانا هثبت لك كل كلمة بقولها، بس لو صدقتيني واثبت لك لازم اتطلق. اخدتها من ايديها ووريتها الورق اللي هي شافته. وقتها تحية اول ما شافت الكلام ده اتصدمت وصدقت بنتها وقالت لها: بصي يا غادة، انت كان معاكي حق في كل كلمة قلتيها، بس عايزة اقولك على حاجة، كده كده مينفعش تطلقي دلوقتي، لازم نصبر على الاقل شهر، مينفعش تطلقي من اول يوم كده. غادة ما كانش قدامها حل تاني، اضطرت تستحمل معاه. جهزت العشاء واستنته لما رجع بالليل. ايه اللي انت عاملاه ده؟ ما انا قلتلك ان انا بتعشاش. انا قلت يعني ناكل لو انت مع بعض، احنا من ساعه ما اتجوزنا ما قعدناش على سفره واحده. طب انا عايزه اشرب شاي الاول. دخلت المطبخ عشان تعمل الشاي، وكانت خلاص قربت تخلص. دخل وراها وطلع من جيبه برشام والدهون عشان تحطه. حطي اتنين في الكوبايه بتاعتي. ولما حاولت تسال البرشام ده بتاع ايه بالظبط، حاضر هحطه لك، بس الاول عرفني البرشام ده بتاع ايه. انا قلتلك كذا مرة تسمعي الكلام وانت ساكتة، ما بحبش الاسئلة كتير. قعدوا الاتنين يشربوا الشاي مع بعض، بس هي بعد ما شربت الشاي حست ان هي دايخة ومش مظبوطة وخلاص عايزة تنام. راحت على اوضتها عشان تنام، واول ما راحت في النوم فتحت عينيها لقيت احمد قدامها بيعمل حركات غريبة قوي، وهي واقفة مش فاهمة في ايه. وفجأة احمد اختفى، ما بقتش فاهمة اللي شايفاه ده حلم ولا علم. اغمى عليها من الخضه، مش فاهمه اي حاجه. ما كانتش تعرف ان احمد كان مبدل كوبايات الشاي وحاطط في الكوبايه حبوب هلوسه، وبعد ما اغمى عليها فاقت وهي خايفه وجسمها كله بترعش. قامت بسرعه تكلم امتها، قالت لها: انا قلت لك ان انا حياتي في خطر، ماما الحقيني بسرعه. وبعد نص ساعه تحيه وصلت، كان معها نسخة المفتاح الشقة. فتحت وشافت المنظر ده. أحمد ربط إيدين ورجلين غادة وماسك سكينة وبيحاول يقتلها. وأول ما تحية شافت المنظر ده قعدت تصوت، قالت له: ده أنا هوديك في 60 داهية، أنت بتعمل في بنتي إيه؟ جريت على باب الشقة عشان تنادي كل الجيران يجوا ينقذوها من المصيبة دي. قعدت تصرخ وتقول: الحقوني يا عالم يا هو، حد يطلب الشرطة، تعالوا بسرعة والحقوني. وفعلا الشرطة جت بسرعة، قبضوا على أحمد ودخلوه مصحة نفسية. وغادة رجعت تاني لبيت مامتها، بس المرة دي مامتها غيرت معاملتها تماما.